الحبيبه ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من كل قلبي انكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم والو. المهم انا الحمد لله بخير، الصد ما بقاش، ولا الدنيا مزيانه. 27 درجه هكاك الحراره، 25 مخير كاع، كاين الهواء، ما كايناش الشمس بزاف، ناري كنا تحرقنا وصاتنا. المهم علينا، ندخل لكم في الموضوع اليوم البنات. ما ديوش على حجباني، باقي اليوم غادي نديكم معايا، ولكن نتوما تشوفوا الفيديو غدا نوريكم فين كندير لي سوا ديالي، فين كان. المهم باش نوجد راسي للسفر وبزاف الحاجات. الو، ما نسيتي با انكم تشتركوا في القناه باش يوصل لكم كل فيديو جديد ان شاء الله، ودعموا القناه ديالي وتلايكيو الى عجبكم شي فيديو من كل قلبكم الى عجبكم. المهم علينا، نبدا معكم. اخر مره حطيت لكم في الانستغرام ديالي اللي هو حنان شانيل. وي داكور سام، كون كسميتو حطيت لكم واحد لافوتو في الانستغرام ديالي اللي هو حنان شانيل، شرطه ديال 8 شانيل. حطيت لكم واحد التوريق، قلت لكم سولوني على الحاجات اللي كتسولوني في لي كومونتير مثلا وما كنلحقش نشوفهم، اولا في لي ميساج اون بريفي باغ اكزومبل وما لحقتش شفتهم. سولوني اسئله اللي بغيتو، سواء شخصيه، سواء على المكياج، على شي حاجه باغيين تعرفوها وما شفتش الميساج وما جاوبتش. المهم قلت لهم سولوني على كل شيء. المهم كاين اسئله بزاف وانا غادي نختار منهم الاسئله اللي امبورطونت. المهم كاين واحد من هي دينار 2012 قالت لي سلام حبيبه، كي دايره؟ بغيتك تهضري لينا على البيرمي، واش دايره اوتوماتيك؟ كنحماق عليك حبيبه ديالي، كنحماق عليك حتى انا. البيرمي ديالي انا درته في المغرب، ما درتوش هنا، ودرت بيرمي عادي جدا ماشي اوتوماتيك. بالنسبه للبيرمي اوتوماتيك، بيرمي اوتوماتيك قلت لك اوتوماتيك، بيرمي اوتوماتيك الاخر سامبل احسن من هذاك العادي، باسكو ديجا ما عندكش لومبرياج، الوغ كتحتاجيش بزاف ديال ديتاي. كسميتو عندك وي، وحتى في الدخلات نتاع بيرمي اوتوماتيك اللي فيه زوين هو ان البنت اللي يعني اللي ما كتركزش بزاف ملي كتكون كتصوب، عاوتاني تبقى دير دابا ساعه لومبرياج وتبقى تدخل بروميير دوزيام ثوازيام، نو كتدخلي غير البروميير ومن بعد المشاريغ، ما عندك لا خاصك دابا ساعه دوزي، كتكسيري عادي جدا. اوكي، عندي هنايا سؤال اخر من غيزلان بيلا. بونجور حبيبه، ما كيستيو بغيت دي فون دو تان بور لا بو غرا اي كوفرونت، جو فوز ام، ميرسي بوكو ما شيري. بور لا بو غرا، كيما دايره البنت عندها البشره ديالها دهنيه، ايفيت توتالمون، ايفيت لي فون دو تان اللي كيكونوا ليكيد. لي فون دو تان اللي كيكونوا ليكيد كيكونوا عامرين بالزيوت وكيعطيو تغذيه وكيزيتو البشره الجافه والبشره العاديه. سينو انت خاصك تيفيتي تو سكي ليكيد، يعني ملي غادي تشوفي المحتوى ديال الفون دو تان كيما دايره، ما غاديش نعمم، ما غاديش نقول لك ديري هذا الفون دو تان ولا تي الفون دو تان ولا هذه ولا هذه، ولكن غادي نقول لك ايفيتي انك اي فندق كتشوفيها ليكيده ولا كديري منها وكتلقيها جاريه، عرفيها بلي ما تصلحلكش البشره ديالك. اما البشره الدهنيه غادي تصلح للفندق تاع اللي كتوركي عليها وكتخرج لك هكاك خاتره دايره بحال كولغات، كتبقى بحال هكاك وما فيها ما كتسيلش، هذيك هي الفندق تاع اللي تصلح لك. باغ اكزومبل جو كخوا الفندق تاع ديال هدى بيوتي كنظن كوفرونت بزاف، وقيله ضد البشره الدهنيه، هذيك نتاع البشره الدهنيه يعني كتصلح للبشره الجافه. تو سا نو 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 بافا دي سانيم يال صافي، قلت لك و فوالا اي والعكس صحيح، يعني البشره الجافه 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 عليك بلي فون دو تان اللي كيكونوا ليكيد حيت كيكونوا عامرين بالزيوت ولي فيتامين. فوالا بالنسبه للسؤال ديالك، كنتمنى نكون استفدتي شي حاجه غزلان. سنة شي حاجه قالت لي بصحه الطوموبيل ابارابور جو كخوا التصويره، الطوموبيله ديالي هي القديمه ما عند الله يعطيك الصحه. اوكي، خالتي كتصوني مي غادي نعاود نعيط لها ماشي مشكل. المهم عندي هنايا سؤال اخر نتاع تانينا ليلي، حيت غادي نخرج خاصني نزرب. حبيت نسقسيك حنان، انا ساكنه في فرنسا ومازال ما عنديش لي بابيي، اسكو نقدر نلقى شي خدمه ولا ندير ستاج بلا وراق؟ بالنسبه لهذا الشيء ما نقدرش نفيدك في هذا الموضوع، ما عرفتش، ولكن الخدمه بيان سور تلقيها مي اونواغ، الا ولا خدمتي في شي عند شي حد وديك الحد مزيان بزاف حتى لدرجه كبيره. خالتي ما غاديش تخليني حتى ناخذ عليها، المهم غادي ناخذ عليها، المهم ما غاديش يخلي يعني مزيان لدرجه كبيره وغادي يبغي يدفع لك الوراق ويخلص عليك كل شيء، وما كنظنش غادي تلقاي شي واحد بحال هكا. ملا لقيتيه بصحتك حبيبه وغادي ديري الوراق، الا دارها لك الخدمه غادي ديري الوراق، سينو الا ما داروها لكش الخدمه خاصك ما عرف خاصك الزواج حبيبه. هادشي اللي كنعرف انا، ولكن البنات الا عندكم شي معلومه اخرى فيدوها في لي كومونتير وانا غادي نثبت التعليق ديالكم باش هي تشوف تقدر تشوفو. نجاوب خالتي وانا معاكم.
البنات المهم هضرت مع خالتي. كاين سؤال اخر، واحد البنت قالت لي امتى غادي تجي للمغرب، سميتها نور ميري، غادي نجي ان شاء الله الا كتب في نوفمبر ولا ديسمبر، وحده فيهم. اوكي، عندي هنايا ويد فوفا دارت لي سلام حنان صافا، جاتك لا فوتو زوينه لهلا يخطيك حبيبه ديالي. موا جو فولي جوست سافوار لي كولون ترونسبارون تو لي زا اشتي دو او كون tu y as mis la dernière fois. Ah, que tu y as mis la dernière fois avec la jupe en jean. Ah, ok, je faisais les collants, il y a les transparents, les avec les comptes Action, c'est ça? هذوك لي كولور خديتهم من اكسيونيت. كتعقلوا واحد النهار درت واحد الفلوغ وريت لكم دي كولور تما، ايوا من ديك فين كيكونوا سليبات تقاشر تما فين لقيتهم، ديتهم نجربهم على الله وخرجوا لي مانيفيك صراحه. ولكن كيتقطعوا دغيا. اوكي ما علينا، كثرت انا خديتي طايه صغيره، انا خديت طايه كبيره عليا شويه ولكن صدقت كوميم مع حنايا المغاربه تبارك الله العربيين معروفين بليونج. الوغ في ديك الطلعه هذيك دغيا تشاك. اوكي ريفيا ماها سولتني سلام لاباس عليك، كما كنعرفوا انت مطلقه، واش كنتي درتي العرس ولا غير لاكت وشكرا. حبيبه ديالي انا كنت غير لاكت، يعني بحال الخطوبه. احنا في الحسيمه ماشي بحال، اش غادي نقول لكم، حنا في الحسيمه كنديروا لاكت بحال فتره الخطوبه نقولوا حنايا، ولكن كنديروا فيها لاكت كنكتبوا الكتاب، ولكن العرس كيكون من بعد كديريه من بعد. حنا انا ديك الساعه كنت دايره لاكت ولكن ما كتبش حتى نكملوا العرس وما بقيناش مع بعضيتنا. فوالا هذا ما كان، ولكن ما كنتش عرست، يعني بزاف ديال الناس كان كيصحاب لهم عراس وكان كيقولوا لي واش كنت زعما ولدتي معاه ولا لا، وهذا لا ما كناش معرسين نهائيا. انجل اوف هاب قالت لي حنان حابه بزاف ديري مقلب في مراد بلي اغمى عليك تتخاشي وتشوفي ردة فعلك كي دايره، بصح جيبيها نيشان وبزاف اليوتيوبرز يديروها ويجيبوا مشاهدات عليها. حبيبات ديالي الا كنتو باغيين هذا الفيديو هذا، واخا انا صعيب في التمثيل ديالي كنضحك بزاف يعني ما كنقدرش نركز، ولكن الا 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 زعما هذا ندرب عليها ونديرها له. الا راكم موافقين ديروها لي في لي كومونتير. المهم واش ما غاديش تجي للمغرب، جاوبت عليها. سليمه وجديه توم ماسكارا، توم ماسكارا هي هذه الماسكارا ديالي ديال كلارنس سوبرا فوليوم، سميتها سوبرا فوليوم ديال كلارنس، زوينه بزاف وفيها دي فيتامين ودي سوان داخل ديالها، واعره هذه الماسكارا من لا مارك كلارنس. فوالا، وهذا الغوج اللي غادي تسولني عليه شفتوا الفيديو ديال البارح، شكون اللي ما شافتش فيكم الفيديو ديال البارح تمشي تشوفوا هذا الغوج اللي وهذا شفتوه في الفيديوهات ديالي القدام ديال كات فاندي ورجعت لعندو. المهم الى عجب لكم اللي راه انتريسي غادي تلقاوه في سيفورا ديال لا مارك كات فاندي، والرقم ديالو لا السميه ديالو سميتو دوبل داغ، دوبل داغ فوالا زوين كيحمق صراحه ما عندوش النمره دوبل داغ. اوكي قالت لي واحد البنت سميتها مينا زير قالت لي في خاطري هاد المناقش 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 عطو سان بالابا المناقش، بصح مين رحت نشري بانولي مين رحت نشري بانولي تقال خفت ما نجمش نلبسهم بالك. واش حلقات هادو ماشي هادو هادوك وي تقال تقال، ولكن خالتي خداتهم هاد المره من المارشي لقاتهم غير ب 1 اورو جو كرو ماشي 1 اورو 50 وديال بلاستيك الحديد، ولكن ديال بحال بلاستيك خفيف وعاد باغا نلقاهم باش نشري بحالهم فحال 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 ولكن خفيف خفيف خفيف. انا علاش ما كنديرهمش دائما حبيبه ديالي، راه كنديرهم وكنحيدهم. ديجا انا عندي الودينه ديالي مقطعه عاد خاصني ندير لها تجميل ما عرفتش فين نديرها، ديك لي ديك الخياط نتاع لاستيتيك ما عرفتش فين نمشي وما عرفتش فين نديرها وما عرفتش الثمن، خاصني نخيط لي ودني باسكو عندي مقطع حتى للطرف. وديك ملي كندير حلقات تقال كيهبطوا كيجو خايبين بزاف باسكو انا تجرحت فيها في التيكواندو شحال هذه ملي كنت صغيره وصافي، وعلى داك الشيء تقلت بالحلقات وهبطت. الوغ بالنسبه للمناقش تقال هذوك ما ننصحكش بهم، تقال بزاف بزاف الا ولا كان عندك ديك الثقبه ديال الودن ما مجبداهش، يعني راه متقوبه بلاصتها وكلشي وهذاك وديرهم شويه سينو راه متقلي. خدي اخرين راه كاينين خفاف الحديد ديالهم خفيف خفيف بزاف سامتو ديرونج. اوكي كاين مريم الزين قالت لي بغيتك بارك تقراي الميساج وجاوبيني زوجي على جاوبيني زوجي على خاطر ديما يضحك عليا كي نتبعكم خصوصا المغربيات ويقول لي واش راه يصلح واش راه يصح لك كي تتفرج فيهم هما اصلا اتو اتو سام فالبا هما اصلا ما همش سامعين بي سام سيتو بلي ساي سلام عليكم ولادي ساي هلي فا سامعين بيك من الفضل واش راه
يصح لك كي تتفرج فيهم هما اصلا ما همش سامعين بيك. من فضلك انا اصلا عايشه محقوره من بيت الزوج تاعي، وحتى واحد ما يجي عندي ولا نروح لواحد عندي غير اليوتيوبرز اللي ينحوا لي على خاطري، نقول له هادو صحاباتي ها نتبعك من الجزائر حبيبه ديالي لا يخطك حبيبه ديالي بيان سو عندنا ما نديرو بك، علاش يقول لك بحال هاد الهضره راجلك؟ اي فلي با يحيد لك كونفيونس في راسك، وين لقيتي شي واحد كيحطم لك النفسيه ديالك ولا كيحيد لك الثقه براسك انت خاصك ديري توتا في الكونتري، قولي له نو جو سي كيسكو جو في وعارفه شنو انا وانا ما كينقصليش واش هما يديروا لي الشان ولا ما يديروليش. يعني خاصك انت تفرضي شخصيتك، ماشي تمشي دابزي معاه ولا مي تفرضي شخصيتك، وما خاصش تسمحي لشي واحد يحطمك. سامتو غير سلا سي بون. كيف كنت كنقول لك حبيبه غير ولدي كيصدعني، المهم ما تديها حتى فشي هضره نتاع شي حد، بالعكس وقت ما احتاجتينا احنا موجودين. اليوتيوبرز المغاربه كاملين كيفتخروا باللي عندنا متتبعين من الجزائر تونس من جميع الدول العربيه، وحنا مختفرين بالجزائر مفتخرين بالجزائريات باسكو كيشجعونا هما اكثر من كل شيء مفغيمو لدرجه كبيره بزاف بزاف، وحنا كنبغيوكم وراكم عارفين كل شيء باللي حنا كنحبوكم بحالكم بحالنا، حنا خاوه خاوه. يعني ما ديش على راجل بعض المرات الراجل ماشي ديما كيكونوا عندهم الحق اي باش نهضروا. صافي هذا من جهه، وفوق ما احتاجتيني انا تحت الاشاره ديالك، صيفطي لي الايميل صيفطي لي فيما بغيتي افيك بليزير. اوكي نشوف سؤال اخر. اوكي لوجينا اليونيز سلام حنان سيل تو بليز جو اشتي ماكياج اي جي لو ميم تان كو توا جي لو ميم تان كو توا اسكو تو بو فير ان ليست دي برودوي comme ça je vais aller directement merci habiba j'aimerais bien me répondre مهم توت فاصو فهمت الميساج ديالك، بغيتي انني نعطيك ليست دو ماكياج اللي تقدري انت تشري. صافي بو ما هضرتيش هنا على البودجي ديالك اولا شحال تقدري تخسري في الماكياج، باسكو انا عندي ماكياج غالي شويه وعندي الماكياج اللي كيكون الثمن ديالو مناسب. انا ما عرفتش انت شنو اللي بغيتي صراحه، لي برودوي اللي كنستعمل انا كلهم ماركات وكلهم ثمنهم شويه عالي، ولكن عندي حتى دي برودوي د مايبيلي اللي كنحماق عليهم وكاملين زوينين، نعطيك شويه هكا شويه هكا بحال فوندو تا نقدر ننصحك على حسن. وين ما عارفه والو على اللوته ديالك صراحه، والله ما عارفه شي حاجه على اللوته ديالك. عرفتي اش غادي ديري تحت هذا الفيديو؟ كتبي لي كومونتير والبنات ديروا لها جيم لي كومونتير ديالها انا غادي نشوفهم. سام سيل تو بلي توم ديرونج تحت الكومونتير ديالها انا غادي ندير لك لا ريبونس، وقولي لي في الكومونتير انا ديك البنت اللي خليت لك هذا الكومونتير وبغيت اعطيني اللوته ديالك كيف داير واش نورمال. يعني قلتي لي نفس البشره يعني نفس اللون بحالي، مي ما قلتيليش نوع البشره ديالك باش نقدر نعطيك شي حاجه اللي غادي تفيدك. فوالا قولي لي المعلومات ديالك ونعطيك. بالنسبه لي غوجالير تقدري تستعملي هي هذوك مايبيلين واعرين كنستعملهم بزاف، وكاين ديال ماك كاين، المهم داك الساعه نعطيك الليست. ازاي قالت لي طلب اخير ديري لنا لايف انستغرام ساعه ساعه نقصروا معاك اكثر. واخا حبيبه ديالي والله تكتلوا هذه صافي مشات ديجا دي قالت لي ديري محتوى في قناتك يليق بالمشاهد اللي متبعك. حبيبه ديالي محتوى القناه ديالي واعر بزاف بزاف، انا بارطاجيت معكم الفيديو ديالي البارح، عندي فيديوهات واعرين واللي ما تلقاوهمش في ديك الفيديوهات نتاع بزاف نتاع اليوتيوبرز اللي طالعين وهذا، مي فريمون محتوى واعر. مي ملي كيوقع شي حاجه خاصها الهضره راه بنادم ما يسمحش في حقه، هادي سي سيو. يعني انا ما كنسب ما كنعمل والو كنهضر على حقي الا جبدني شي حد بون فينا بون باغ. المحتوى ديال القناه كيحمق وكيشرفني، يعني فريمون كيشرفني فيه دي فلوغ فيه نصائح فيه مكياج فيه الوصفات اللي واعري ما كيدوروش في اليوتيوب، ما كنقل من حد ما كنتبع من حد، فريمون داكشي عندي واعر. ماشي كنشكر راسي ولكن لا فيغيتي كنشوف لي بزاف ديال الناس طالعين كنشوف لي الفيديوهات ديالي والفيديوهات ديالهم، انا كنخدم بزاف على لاشين ديالي تولي جو كنحاول نعطيكم الجديد تولي جو كنحاول ندير حاجه جديده. ما تلقايش الفيديو اللي حاطه اليوم ما تلقايش داير بحال البارح، يعني ما عنديش كودي روتين، ما غاديش تلقيني انا كندير لك اليوم الصابون والدار والطاجين وعاوتاني غدا عاوتاني لا ميم شوز نو، غدا تلقاي فكره اخرى كنخرج كنخسر الفلوس باش ندير فيديوهات اخرين بزاف ديال الحاجات. المحتوى جميل زعما وكيحيدوا فيه القنوط وبزاف وبشهادة جميع المتتبعات ديالي فريمون. حنان بغيتك تهضري لنا فاش مشيتي لافرونس كيفاش درتي حتى ولفتي دغيا، وشنو هما الصعوبات اللي خصنا نوجدوا ليهم قبل ما نجيو لتما. اي ميرسي ديو تو غار تا بتيت فامي، ميرسي بوكو عزيزي عزيزي مايما عزيزي اميمه. فوالا حبيبه ديالي بالنسبه لهنايا الصعوبات اللي لقيت ما نكذبش عليك ما لقيتش شي صعوبات، نكذب عليك ما لقيتش شي صعوبات. مني جيت نهار الاول ما قنطتش باسكو
اصلا حنا المدينه ديالنا الحسيمه هي مدينه صغيره، العائله ديالي انا ما عنديش عائله، عندي ماما وخويا، ما عندي لا عائله لا والو. وشنو غادي نقول لك، يعني ما كنتش مولفه تما شي كبده على شي حد، ولا عندي تما شي شويه كتكون صعيبه انك ما عرفتش ما غادي نشرح لك. يعني عندي ماما وخويا هما اللي كانوا بقاو فيا بزاف انني نخليهم ونجي، ولكن كيف كتعرفوا الواتساب سام سيلتو بلي سمحوا لي البنات، سام راهي حدايا وراه مصدعني. المهم كيف كتعرفوا يعني كنهضروا في الواتساب الكاميرا وكل شيء، شحال هذه كان الاوديو ملي جيت انا نهار الاول كان باقي ما كاينش لي زابيل في الواتساب وما كاينش سورتو الكاميرا في الواتساب، وكان لي اوديو والتليفون صراحه بزاف بزاف بزاف، وكنت كنحس بالقنطه. ولكن على داكشي انا جيت هنايا شهر 4 وهبطت في شهر 7 ديريكت من المغرب. وي سام جو بار. المهم هبط ديريك المغرب، من بعد حلوا لنا هذيك لابيل وهذا والتقرب، وماما جات لعندي انا كنمشي. المهم زاد الحاجات هكا وما حسيتش بالغربه. علاش؟ بوتيتر حيت كانت هنا العائله ديال مراد، وانا ما فهمتي في المغرب ما عنديش ديك الصحابات وبزاف الحاجات وهذا، ودائما ملصقه مع شي حد هكا دائما وهذا، يعني ما كانش عندي هذا الشيء. ومني جيت هنا ما لقيتش لا ديفيرونس، بالعكس لقيت مدينه كبيره ومراد ما كيخلي فين يديني، كيديني فين كان انا فين شنو كيعجبني. انا كيعجبوني الشروط بزاف، لي مارك بزاف، داكشي اللي ما كانش عندنا في المدينه ديال الحسيمه ما فيها والو. شويه الحوانت هي عاديين، ماشي لي مارك ماشي هذا. وكنت كنمشي ندير الفضيحه في الحويجات، كاع داكشي اللي تشهيت هو كاين، فهمتوا؟ الماكله كاين عندنا كل الخير في الحسيمه، عندنا المسائل الاسبانيا واعرين، المذاق واعر وكلشي واعر، سينو في الحويجات ما عندناش تما ديك لي مارك وبزاف الحاجات. كنت زعما كندير يعني ما قنطش، ما كانتش عندي الفرصه فين نقنط. ابخي ما بقيتش بزاف جات حماتي وهذا، مع انا كنت خديت قرار واخا كانت عندي داري كنت جالسه مع حماتي باش نحيد القنط، مع عمي ما تقنطيش، مع شيخي ما تقنطيش، كيعاود لي كلشي داكشي، حيت انا مولفه معاهم قبل ما نعرف مراد. انا كنعرفهم هما دابا هذه 9 سنين وانا كنعرفهم، ومراد هذه 5 سنين كنعرفهم، فوالا يعني فريمون مولفه معاهم وكان يعاود لي وهذا، يعني ما لقيتش صعوبات. زعما بالنسبه للخدمه لقيت صعوبات الخدمه في الاول، كنت كنحاول ان نقرا، مراد شجعني في واحد المدرسه ديال الفلوس ديال سيابي ستيتيك، في الاول بغيت ندير ستيتيك وشجعني بديك سيابي، وكان خاصني نلقى الخدمه باش نسجل في المدرسه، دفعت الدوسي. ولكن خاصك ضروري تلقاي هذاك اللي غادي يخدمك، باسكو كتقرا يومين وكتخدمي 3 ايام. قلبت في لي كوافور كاملين في باغي، حتى واحد ما قبلني حيت المدرسه كانت في باغي، حتى واحد ما قبلني. علاش؟ ما كنتش كنهضر. والحاجه اللي غادي ننصحك حبيبه ديالي هي تقراي، استغل لي ما حد باقي ما جيتيش هنا، قراي 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 الفرنسيه، قراي قراي قراي، ما تقريش هي داكشي على انا كنت دخلت قريت واحد الشهر على داكشي تاع المعلومات على فرنسا، ما نفعونيش بولانسكو، وحده ناسيوناليتي ما بقاوش كيديروا فيه ديك سام تشوفالي تا شومبغ اي با اريت دو بارلي كسميتو يا ربي. حتى في نقول لك هو لقيت شويه صعوبات في ديك اللغه في الاول، يعني ما كانوش كيقبلوا على ود اللغه على ود لاج. انا جيت هنا كان في عمري 23 عام، وبالنسبه باش تقراي وتخدمي كيقبلوا الاغلبيه 18 عام 17 عام وهذا، حيت كيخلصوهم قل. يعني الا كانوا غادي يخلصوها هي 3500 درهم، انا غادي يخلصوني التريبل، يخلصوا لي 7000 درهم باسكو انا فايته ال 20. هذا ما كان المهم، كان في شي صعوبات بحال هكا. سينو من بعد في نفس العام خدمت داك الساعه في الفران وسمحت في المدرسه باسكو تو سامبلومون ما كنتش لقيت الباترون. ومن بعد مني تعلمت اللغه وكنهضر وكلشي سي ا بي جو كخوا في ديك لاج كان عندها ماكسيموم حتى جوسكا لاج دو 25 كون الا كنتي باغا تقراي في ديك المدرسه. سينو كاين مدارس بريفي، يعني عاد باغا ندير دبلومات كيف عارفين، باغا دابور اميليوري مزيان الفرونسي ديالي. دخلت الشهر اللي فات ودابا رحنا عطله ان شاء الله في سبتمبر جو في ريبروندر، وغادي نشوف ديك لي كونجيغيزون ديك الحاجات اللي خاصني اميليوري في الفرونسي ديالي. اما انا راه كنهضر مزيان حتى من الاستاذه ديالي قالتها لي، ولكن كيسميتو اللي خاصني اميليوري هو داكشي ملي كنهضر في الفيتور او لا في الباسي وشي حاجات في الباسي كومبوزي باغ اكزومبل، شي كلمات اللي خاصني نزيدهم على الكلام ديالي ملي كنهضر، داكشي اللي خاصني اميليوري. سينو لو غيست لي بارفي، يعني كنهضر كنديبغوي انا الشغل ديالي كامل، ما عندي حتى اوكان بروبليم، وخدامه حاليا ولكن راني في اوناغي، يعني باقي راني خدامه. الا بغيت من غدا نمشي غير مع رجليا ما يمكنليش انا نرجع دابا. هذا ما كان الحبيبه ديالي. سينو بالنسبه لهذا ما تخوفيش، هي ما تولفيش الكبده ديالك على اون فوا تدخلي هنا تبقى تقولي لا القنط لا القنط لا القنط لا، بالعكس تعرفي على الناس، كاين العرب بزاف والله على العلي العظيم. الا مني كنخرج من الباب الا خرجت بلا طوموبيل كنت مشى سيكون دقيقه هكا شبر كنتلاقى بالناس، عاوتاني نتمشى شبر وتلقى بشي متتبع. يعني فريمون كاين هنايا بزاف العرب في فرنسا سورتو، كاين بزاف العرب كاين بزاف المسلمين، يعني ما غاديش تحسي بالقنطه بحال اللي راكي في المغرب.
غير خاصك انت تكون اجتماعيه وصافي. انا اجتماعيه نتلاقى نتهاود بحال اللي كنعرف الناس عادي جدا. المهم هذا بالنسبه للسؤال ديال اميمه. واحد البنت سميتها مينيتا 09 قالت لي حبيبه امتى وفين مسافره؟ غنسافر ان شاء الله في شهر 8 ولكن فين ما غاديش نقول حيت نتوما اللي غتجاوبوا عليه ان شاء الله، وغادي نعمل لكم جيف واي اللي غادي تربح. اوكي منال وريده قالت لي حبيبه بغيتك بغيتك تورينا داك بيبي فون دو تا اللي كديري وشي شامبوان للشعر الجاف. الشعر الجاف شامبوان كاين ما داير، غادي تمشي تقراي لتحت منه شوفو ساك خودي راه كيصلح لك. نوريك واحد نتاع غارنيي وكاين ديال كيغاستاس الا عندك الامكانيات شي كيغاستاك راه ما تلقايش ما احسن منه في الكيغاتين، وهذا راه غادي يرد لك الشعر زوين. سينو كاين في غارنيي حتى هو كاين واحد نتاع لي شوفو ساك هو اللي بلافوكا جو كرو، هذا كيصلح لك بزاف وكيرطب وريحته كتحمق نتاع غارنيي. لا اولترا دو وي غارنيي اولترا دو فوالا. وبالنسبه للفون دو تا اللي بيبي كريم فون دو تا هي عندي هنا هي اللي دايره دابا انا نيت هي هاد لامارك هادي ميرسيل هي هادي بيبي كريم اللي دايره انا دابا. ما عرفتش واش تبان لكم غادي تلقاوها في لو سيت ديال بيرش بوكس تما فين غادي تلقاوها زوينه غزاله هادي ولكن غاليه شويه حبيبه ديالي وقيلا خديتها بشي 27 اورو الله اعلم. كاينين بيبي كريم رخاصين وما عرفتش هادي كتخلي لك كتمشي لجميع لي طا بحال ما عندهاش شي لون اخر ولا نفس اللون لكلشي وكتخلي لك بحال واحد اللمعه في وجهك ولا خفيفه. هاد اللمعه هادي راه بودره اخرى ولكن هي كتخلي لك واحد اللمعه كوميم خفيفه وصافي. المهم كتعطيك واحد الضوء وواحد الحيويه لوجهك زوينه الصراحه، فيها بزاف الحاجات مخدومه بهم زوينين لترطيب الوجه. اوكي واحد البنت قالت لي ام رجاني قالت لي علاش ما مشيتيش المغرب؟ بالنسبه للمغرب غادي نمشي له ان شاء الله، ولكن انا يلا كنت هذه 3 mois سافرت لندن ودابا ان شاء الله غادي نسافروا لمكان اخر وان شاء الله في شهر 12 ولا شهر 11 غادي نمشي للمغرب ضروري هادي حيت دابا كيكون تحيس وهذا في الحسيمة عندنا كتكون عامره عامره. واخا ما قالت لي هاد العام ما عمرتش بزاف ولكن كتكون عامره عامره على حالها. اوكي بيرل دو دين الحمد لله قالت لي السلام حنان صافا صباح الحمد لله حبيبه سيلتو بلي حنان بغيت ديري لينا ماكياج ايتي وداك كحول نتاع العينين يكون خفيف. شكرا حبيبه ديالي اوكي غادي ندير ان شاء الله معكم بقا نشارك معكم هكا مني كنماكي فيت في باش نخرج وهذا يكون شي حاجه خفيفه نتاع ليتي. وفي نفس الوقت مني غادي نكون في فاكونس ان شاء الله غادي تشوفوا معايا كاع هادشي الماكياج اللي غادي نستعمل في الفاكونس ان شاء الله وشنو كيفاش غادي نكون كنخرج وهادي وهادي غنشارك معكم كلشي يا ربي. وحتى دابا غادي نبدا معكم ان شاء الله نشارك معكم على حسب الطلبات ديالكم على حسب نتوما شنو كتبغيو تشوفوا. انا ويلا قلتوا لي شي حاجه ولقيت عليها لي لايك ولا لقيت بزاف منكم طلبوها لي راه غادي نديرها بيان سور. سينو شنو الحاجه اخرى صافي هادشي اللي كاين. سي دي 57 هذا قالت لي سلام حنان ما كرهتش مره مره ديري الدره راه جاتك غزاله وانتي اصلا غزاله ولتي ولد غزال تبارك الله لا اختك حبيبه ديالي. بالنسبه للدره ما كنديروهاش مره مره يعني انا بالنسبه لي الا درت الدره ما نديرش الدره يعني الدره. سينو الانسان الا بغى يتحجب يدير حجاب نيشان او لا يجلس بحال هكا. الا كنت غادي ندير غير الفولار ولبس بحال ما كندوز زعما ماشي على شي حاجه. كاين البنات كيديروا الفولار ولابسين مزيان وداكشي جاي معاهم وكل شيء ولكن كنقول لك زعما الحجاب كان هو حجاب يعني ماشي ديري فولار وتماكيي وبزاف د الحاجات خاصك تكوني مقتنعه وما ديريهاش مره مره يعني ديريها توجور ولكن كيف بغيتي يعني الا بغيتي لي روتين هكا د الدار ديك الشده نتاع الدره نتاع الحياتي عرفتوا عقلتوا في رمضان راني درتها لكم شهر كله الا هذيك اوكي ان شاء الله علاش لا. اوكي نعيمه حنان واش دابا راكي في المغرب ولا في فرنسا؟ ما بقيتش فاهمه والو كتحطي فيديو في فرنسا واحد شفته في المغرب لا حبيبه ديالي يمكن غير دزتي فيه وصافي هذوك ديال المغرب العام اللي فات. انا راني في فرنسا بيان سو ما رانيش في المغرب. اوكي شيماء قالت لي حنان بغيت نسولك كيفاش كديري مع ولدك وتخرجي معاه خاصه في فرنسا؟ حبيبه ديالي عادي جدا راكي في المغرب ولا في فرنسا بالعكس فرنسا مامنه اكثر الناس كيتمشاو بالطوموبيل في, 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 في الساعه يعني ما يقدروش يفوتوا كاين الرادار كاين بزاف الحاجه كاين البوليس دائما مراقبين بالعكس تخرجي بكل اطمئنان. انا ما بقيتش كندير له لابوسات كنديها الا ولا كنت في شي بروكونت ولا في شي بلاصه عارفه غادي ينعس ديزني لاند ولا سينو كنخرجوا معايا المارشي راه حدايا كيتحركش خاص تولفيه الدري شنو تولفيه داكشي على من يمشي ما الدري ولا كتقولي له اجي تما فين كيجري
كيشدهانيش انا نمشي لك للطريق. نو الدري شنو غادي يدير؟ اي فوا تقلبي تلقاي يقلب وجهه وما كيسمعلكش اش غادي ديري له؟ tu vas rester tranquille ولا ما نعطيكش ديك الحاجه اللي كنتي قلتي له غادي نعطيها لك. سينو يا اما لعبه يا اما لاكلاص. انا ولدي كيحمق على لاكلاص اولا اللعاب. الوغ ملي كندي معايا للمارشي كنقولو اي سي تو في لي بيتيز يا با جوي يا با لاكلاص. هكا قوليها له باي فاسو، يا اما بالمغربيه يا بالفرنسيه يا باللونجليش ما هضرتي. حاولي يكون عنده واحد الحاجه عزيزه اللي كيفرح بزاف ملي كتعطيها له، كتعطيها له غاغمو باش ما تكونش عنده عاديه بحال اللي ما عنده والو. وبقى تقوليها له هكاك ويبقى يجلس معاك وحداك، وبيان سو انت عينك عليه ما تغفليش. شريتي شي حاجه ولا عينك عليه، خلصي مول هذاك هكا، شوفي بسطامك شويه اش كتعطيه وديري له هكا وانت حاضيه ولدك. سورتو في البلايص اللي عامرين يعني بحال المارشي بحال فين كيلعبوا الدراري مخلطين، ما تبقاش ملهيه بدو دو. انا كنمشي مع صحاباتي ملي كنمشيو للبارك كنهضروا مع بعضياتنا هكا، كنهضروا هكا كل واحد كيشوف شنو ولد، فهمتوا؟ يعني خاص الانسان يفي اتونسيو باسكو اون فوا تغفلي تبقاي راكي غير كتقلبي وقلبك كيدقدق. انا غير في ويال كيت بعض المرات راه مامن مسدود وكلشي، بعض المرات ما كنشوفوش حدايا كنبقى غير كندوخ عليه، مي فريمون كنبقى غير ندوخ عليه. وانا عارفه راه تما كنقول يمكن تكوانسا فشي بلاصه، يمكن واحد المره لقيتهم كوانسي الدراري طلعوا وهو ما قدرش يطلع باسكو صغير، واخا لاطي ديالو كبير ولكن ما صغير، فهمتوا؟ يعني بزاف د الحاجات لاحظوا مع ولاداتكم. هادشي اللي كندير انا مع ولدي وكيخليني في لهنا وكيعجبني نخرج معاه وكلشي. وحتى انت في عقلك ديري بلي ولدك ما كيدورونجيكش، واخا هما فيهم ديرونجمون فيهم ديرونجمون ما نكذبش عليك، ولكن في عقلك قبليه ديك ديرونجمون قولي سي نورمال وما يحشمكش. بكى خليه يبكي. انا ولدي الا بكى داك الساعه اللي ما غاداش نعطيه ديك الحاجه الا ولا كنت محشمه فشي بلاصه وباغا غير يسكت عاد كنعطيه. سينو اون فري ما كنعطيهش الا كيبكي على الحاجه، على داكشي ما فيهش بزاف يعني ما فيهش ديك البكا اللي كيعصبني. انا الدري الا كان كيبكي على اي حاجه توها حاجه كنبغي نصرفكو. ايمان مروكان، سلام اختي حنان، انا من مدينه ليل، مرحبا بناس ليل. كيفاش درتي حتى تغلبتي على الخوف من السياقه؟ صراحه حبيبه انا عمر كان عندي الخوف من السياقه، من ديما زعما على السياقه. ومني عملت لاكسيدو اللي شفت فيها الموت، لاكسيدو ديالي انا راه تقلبت جوج مرات في الطوموبيل، الطوموبيل ضربت مع الحيط ومن بعد تقلبت جوج مرات وكنت مقلوبه انا، ولومبيلونس بقات نص ساعه وهي كتقطع في الطوموبيل باش يقدروا يخرجوني. تعذبت، الباسه ديالي تحرق باسكو لا سانتور كانت مزيره وانا الدخول ديالي كله هكا وتحرقت وبالايرباك وبزاف د الحاجات. واخا هكاك دون 3 موا مراد الله يخلي لي خدا لي طوموبيل اخرى وصافي ورجعت نسوق. لو كان لقيت طوموبيل هذاك الساعه داك الساعه لو كان سوقت. بالنسبه للزعامه وي زعمت دي غير، لو كان كيف قلت لكم لو كان سوق كانت عندي طوموبيل اخرى ديك الساعه ديك الساعه لو كان سوقت ديك الساعه يعني ما عندي حتى شي مشكل. باسكو كنقول الا خليت ديك الخوف بصح كتخافي. اول مره خديت طوموبيل كيجيني ديك ليماج كتجيني بحال الضبابة كحلا على عيني، وكنقص حتى ل 30 كنقص حتى ل 30 باش ما نديرش شي نابورتو كو باسكو كتجيك بحال الضبابة كحلا على عيني، كتحسي ان فوا كتشدي الفولو كيجيك داكشي. تغلبت على ديك الخوف وكنت ما كندخلش لوتوغوت عاوتاني. واحد الشهر بقيتو ما دخلتوش لوتوغوت، بقيت دخلت البلاصه فين درت لاكسيدون كندوز حداها. يعني المهم بزاف الحاجات خاصك تزعمي، الزعامه كلشي غادي دير لك، سينو الا خفتي ما غاديش تقدري تافونسي في الحياه. اوكي لي جيل دوش اللي كنستعمل او توم ماسكارا طون بارفان بريفيري ايتي او ايفر. اوكي لي جيل دوش اللي كنستعمل بزاف ديك تايتي ريحته واعره، وحتى دوب دوب كيعجبني ديك الريحه تاع البومبو هذا، ولكن الا بغيتي واحد الريحه اللي كتبقى لك بزاف في الجسم هو تايتي. وبالنسبه لي جيل دوش اللي كنستعمل اخرين هذوك بارفومي هما لي جيل دوش تاع لي بارفان اللي كنستعمل، كنكون كندير جيل دوش ولا كريم ديالو وهذا، يا يعني اما جيل دوش تاع تريزور واعره، جيل دوش تاع ايفيدونس كتحمق، جيل دوش تاع من ديجا تاع ولا لا تاع من ديجا تاع جامبل غوتيي ديك البارفان اللي دايره بحال المرا نسيت كيسميتها مشات لي من عقلي مهم زوينه عاوتاني جيل دوش ديالها. وبالنسبه للماسكارا عندي بريفيري ديالي بور لانستو هي هذه ديال كلاران، شريتها وعاودت لها ودرتها في الجيف اواي للبنات، درتها هي وشي حاجه اخرين. وماسكارا اخرى اللي كتكبر بزاف وكلشي هي نتاع بيك بي نو مسيو بيك نتاع لونكوم. والماسكارا الزوينه اخرى اللي كاينه هذيك بينغ بونغ ولا ما نعرف كيسميتها نتاع فانتي فانتي لا ماشي فانتي اش كنخربق بينيفيت بينيفيت هذيك اللي دايره بحال الصاروخ زعما هذيك بون بينغ بون حتى هذيك زوينه كتكبر الشفر بزاف. سينو فوالا وشنو قالت لي اخر والبارفا ديالي بريفيري اي تي او ايفر. صراحه بارفا بريفيري اللي عندي واخا عندي ملايير ديال لي بارفا ولي مارك لي غاليين بزاف من 100 اورو الفوق
ولكن البارفا ديالي بريفيري اللي كتبقى بريفيري الشتا وصيف هي ايفيدونس نتاع ايف روشي اللي كدير 55 اورو ولا 45 اورو. المهم راه فيها الصغيره فيها المتوسطه فيها الكبيره. الوغ كناخذ انا الكبيره وواعره لو بارفا ماشي اود ماشي ديك اود ديال دو تواليت مي اود بارفا. كاين جوج, كاينه هذيك المجهده اود بارفا يعني فريمون فيها بزاف ديال اود بارفا, وكاينه الاخرى اللي طويله. كل مره اش كناخذ كناخذ هذيك المجهده كتكون غاليه على الاخرى اولا كناخذ هذيك الاخرى. مي فريمون لا بريفيري عندي هي ايفيدونس كنديرها تبقى لك يومين والناس كلهم كيسولوني شنو دايره كوم بارفا ديريها وغادي تردي عليا الاخبار. وحتى بزاف ديال اليوتيوبرز كانوا يسمعوا الفيديو ديالي ديال لي بارفا بريفيري وشكرت في هذيك وعندي لي مارك كاملين صراحه كاين بزاف عندي بزاف واللي خديت عاد مؤخرا خديت بزاف عاوتاني ولكن ساغيست هي اللي كتجيني وكتبقى فيا واخا انا ما نشمهاش في راسي كنعرف بلي انفو كنديرها كلشي كيسولني عليها سواء في الخدمه سواء في اي بلاصه. سميه بينا قالت لي كنبغيك ما سوغ والله انت فوق عليهم قعدي هكا نيتك توصلك بعيد ان شاء الله ان شاء الله حبيبه ديالي اللي يخطيك. وانا اختك من الجيري بيان سور اختي حبيبه ديالي حبيت نسقسيك الى تيك ديري لي جو افيك خديجه نتاع ماك ما فهمتش يعني واش ندير مع هادي جو انا وخديجه صاحبتي هادشي اللي بغيتي تقصدي ان شاء الله باقي كنفكروا فيها غير ما تلاقيناش وهي دابا بقات المغرب تدوز لي فاكونس ملي ترجع ان شاء الله نديروا حاجه زوينه ان شاء الله نتاع ماكله ولا جو نو سي با. اوكي حبيبه ديالي سميه غادي نديروا ان شاء الله ديت بزاف الحاجات اونصومبل. كانت عندنا الفكره ولكن ما كتبش حيت كانت ستريسات شويه اون ديرني مومون قبل ما تسافر هي بريسي بو سافرات. بن سعيد خديجة حنونة حبيت نسقسيك علاش عمرك وريتينا ماك وخوك وحبيت نسقسيك نقول لك سيتو بلي ما تزيديش تبارتاجي لي فيديو نتاع راجلك باسكو راجلك هو اللي يخلي الناس يكرهوك بلي فيديو نتاوعو. انا واحدة من الناس كنبغيك بزاف ونعزك وراجلك تاني كنت نعزو مي كيحل قناة ولا هكا كيعمل لي فيديو اللي يعكير فيهم مي كرهتو شي حاجة بحال هكا كرهتو شي حاجة بحال هكا. حبيبة ديالي شوفي انا بالنسبة للسؤال ديالك الاول علاش ما كنبينش ماما وخويا حيت ماما وخويا ماشي بحالي كيحملو شي حاجة سميتها الكاميرا حتى متصور خويا كيبغي يتصور هكا د العائلة سينو ماما ما كتحملش تصور د العائلة ويلا بغيت شي تصويره ديال اخويا كيشمتها هي على جنب سينو ما غاديش تصور له ديك النهار تبقى تقول صبر نصايب من هنا كيبان لي شعر صبر نصايب من هنا كيبان لي لودن صبر ندير هكا صبر ندير هكا تقول لي غادي تصيفطها ما نعرفش لمن الوزير وهي تصيفطها لي هي لي. المهم بزاف ديال الحاجات راه الكاميرا في التليفون كديرها لي بزاف. اش غادي نقول لكم ماما ما عندهاش نهائي مع هادشي وخويا ما كيبغيش كاع نهائيا الكاميرا انني نبينو. في الصيف اللي فات كنت معاه في القهوه ديالو هذا كنقول له خليني نبينك بعدا البنات يجوا عندك هنايا في الكورنيش وهذا يعرفوك كيقول لي نو 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 ندبر له ليك اليوم ما بغاش. المهم علينا يمكن شي نهار يا ربي الا جا عندي هنا ويبغي يبان شويه في شي بلاغ ولا بيان سور ولكن هو باقي عنده عقليه يعني انه يجلس افاق سا. وبزاف ديال الناس حنا جيران تاعنا وبزاف ديال الناس صحابو ما كيعرفونيش اختو يعني تلمو ما راش معايا في لي فوتو ديالي في الواتساب ولا في الفيسبوك شحال هادي ولا هذا ما كيعرفوش كاع بلي اختو يعني فريمون مي كوزان مي هذا ولاد عم ولاد عمتي ولا شي حاجه بحال هكا ديما كيبانوا معايا مي هو عمر بان مع اننا حنايا صحاب مع بعضياتنا واش غدير هذا ما كان. والمهم قالت لي علاش كتبارطاجي الفيديو ديال الزوج ديالك صراحه انا ما كنتش كنبارطاجي بالنسبه للفيديو ديالو واعرين واعرين وزوينين ولكن الحاجه اللي ما رانيش معاه داكوغ هي انه مني كيهضر على لي يوتيوبرز اخرين اولا كيفرش لي يوتيوبرز واخا يا ربي نكون انا هو ما عندوش ديك الفكره. هو كيف كتعرفي راجلي انا خلق هنا في فرنسا عقليته بحال الفرنسيين كيبغيني شان نيشان وهو مني كيجبد شي حاجه هو القناه ديالو هي هادي هي هذه القناه ديالو يا اما كيدير دي تخوك بحال الفرنسيين كيدينونسي اولا بحال ديك القضيه نتاع القناه ديال شطماطه مثلا اولا قناه القنوات اللي كيشبهوا لديك الشيء يعني الا شي حاجه ما عجبهاش كيدير عليها انتقاد فهمتوا يعني هكا. وحتى هو ما عندوش مشكل يديروا عليه انتقاد ما عنده اوكان بروبليم وانا ما كنتش كنبارطاجي الفيديوهات ديالو اللي كيهضروا على هاد المواضيع نتاع شي يوتيوبرز هادي سي اور دو كيستيون سينو مني البنت الاخرى بارطاجات واحد البنت كتسبني وما عجبنيش الحال باسكو انا كنبغيها وكنت فان وهادي وهادي واحد طمطني بهذيك الطريقه الو حتى انا بارطاجيت الزوج ديالي على الفيديو ديالو انا ما كنتش كنبارطاجي نهائيا هذا ما كان حبيباتي سينو انا مني كيهضر على شي يوتيوبرز بيان سو ما كنبارطاجيش الا كنت بغيت نبارطاجي باش ندير لشي خدمه غادي نبارطاجي كاع شي هنا خويا نيت جبدنا في الهضره وهو كيصوني. المهم ما علينا غادي نهضر معاه من بعد.
يعني ما كنبارطاجيلوش انا لي فيديو هكا سينو القناه ديالو كنقول لبناتي تابوناو معاه باسكو قناته في المستوى كيقول غير الصراحه وعنده قناه رائعه جدا وكنظن انها غادي تنجح له بزاف 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 اكثر من القناه ديالي بوتيت غادي يوصل اكثر من القناه ديالي حيت القناه ديالو فيها نيشان يعني ما كيخاف من هذه حيت عندها كثار ما كيلسح الكابه لشي حد ما كيدير والو يعني ما باغيش يطلع على شي حد ولا غيان دوتو يعني كيقول داك الشيء اللي كيفكر وبزاف ديال الناس راهم موافقين معاه وكيعرفوا اللي كاين كيفتح العينين يعني هذا اللي كاين و فوالا كنبارطاجي باسكو راه راجلي الا مثلا بارطاجيت معاه لي زابوني ديالي راه هما اللي كانوا مشجعينه باش يدير قناته هما اللي كانوا باغيينو يدير قناه وراه دار القناه وانا كنبارطاجيها معاهم عادي جدا حبيبتي وافيك بليزير لا كيستيو ديالك وما ما كنظنش ان دار شي حاجه على من تكره مي سينو هذيك كيبقى وجهه النظر ديالك عادي جدا بركه عليك كتبغينا افيك بليزير شكرا بزاف او لا لا خويا قالت لي منى سوسو انا سالتك على تجربتك مع لي فون دو تا اللي استعملتيهم ولا عجبوك وما جاوبتينيش حبيبه ما كنتش شفت الميساج ديالك ولكن غادي نجاوبك دابا الفون دو تا اللي غادي ننصح كل وحده فيكم البشره الدهنيه ولا البشره الجافه ولا اي حاجه بالفون دو تا تاع ميك اب فور ايفر اش دي كترد لك الوجه خويا ما كيفهمش كترد لك الوجه كيشعل ناتورال ما كتخبي عليك شي حاجه كترد لك ايفي ناتورال اش دي كتباني ليس فريمون زوينه شوفوا الفيديوهات ديالي القدام ديال التوتوريال كتبين لك الوجه واعر واعر جدا وتسالات لي كانوا عندي شي ربعه منها ولا خمسه كنت دايره منها ستوك من بعد ما خديتش منها وجربت عطيت راسي فرصه انني نجرب اخرين لقيت هذيك دي اف سالورو هذيك الكوفرونس ديالها كنوريها لكم ديما زوينه بزاف وغليظه ولكن هذيك سميكه شويه وكاينه ديال ماك كاين ولكن دائما كتبقى ما فيفريت كي كيقولوا لها هي ديال مايكا فور ايفر اش دي زوينه بزاف نحيد خويا باش نقدر نشوف الميساجات غادي نطلع على الله باش هكا نشوف شي ميساج اخر سو مروه قالت لي حبيبتي واش ما كتفكريش تعمل البوتوكس البوتوكس زعما لا حاليا لا ما كنفكرش يعني زعما نفخ شفايفي ولا نفخ نحيد لي غاد ولا حاجه بحال هكا نو بولانسو لا ولكن دابا راه في عمري 28 عام ولكن الا كبرت ولقيت يعني باقي راسي كيعجبني وبزاف ديال الحاجات بيان سو غادي نبقى يعجبني راسي حيت اي امراه كما كانت خاصها يعجبها راسها الوغ نشوف مثلا شي حاجه فيا معيقه ولا شي حاجه ما بغيتهاش تكون فيا علاش لا مثلا بحال بزاف اللي دايرينو خاص الانسان يرضى يقولها وصافي كاين بزاف كاين مثلا بحال ما بغيتش نجبد الاسماء ولكن معروفين في اليوتيوب كاينين اللي قالوها وكاينين اللي كيديروا راسهم غير بالمواد التجميليه وهذا هما باينين الفم ديالهم ما كيتحركش البلانس ديالهم واقفين وبزاف ديال الحاجات خاص غير يقولوها هادشي علاش كنقولوا زعما خاص يكونوا كيكون واحد الطبيعه مع لي زابوني بحال اختك بحال صاحبتك انا بيان سوغ الا فكرت ندير البوتوكس يعني ماشي البوتوكس الفيلر بلوتو البوتوكس ما عرفتش واش البوتوكس هو اللي كيعمروا حاشاكم في صدرهم وديك الشيء والله ما عرفت الفرق بيناتهم المهم الفيلر كنعرفوا كينفخوا به الجليدات باش ما يبقاش التجاعيد ملي كتضحكي ملي كيبداو ديك التجاعيد هنا ولا هنا كينفخوا بهم اولا كتنفخي بهم هنايا هادو الحنيكات باش يكونوا واقفين الحمد لله باقي واقفين حتى يدبلوا وداك الساعه نقول لكم حاجه اخرى نقول لكم يلا معايا نمشيو نديروا الفيلر رخيص راه 350 يورو واقيلا ديريه قالت لي سوسو مروة اسماء انا سميتي حنان حبيبه قالت لي اسماء حبيبه انا سميتي حنان زين ديالي انا كنلبس الحجاب وملي كانت راسي الحواجب بالزعر ما كيجيوش معايا على زعما علاش على الزعما حبيبه ديالي باسكو تو سامبلومون الحجبان ما في الزعر غادي تباني شحيبه بقى ديري الماهو خلي حجبانك طبيعيين الحجبان ديالك خليهم طبيعيين في اللون ديالهم سينو الا كنتي ديجا كفستيها زعرتيهم الوغ ديري الماغو لي كلير الحجبان عمر ديري لهم الكحل اولا الزعر باسكو غادي تباني بحال الشبح فوالا البنات وقيلا غادي نكتفي بهذا القدر مره اخرى ندير لكم عاوتاني في اللايف نقدر نجاوب بزاف ديال البنات سولوني هنايا ونجاوبكم على كل شيء شتي فوتخ نينا ميلي قالت لي دو او فوزافي اشتي فوتر جيلي ميرسي واش جيلي دلا فوتو صبر نشوف لا فوتو من شيين هذاك زوين ديك الطويل راه كنت درت لكم لوك بوك في القناه المهم غادي نكتفي بهذا القدر البنات ولكن كنوعدكم باللي زعما ماشي الفيديو الجاي ولكن الاسئله اللي كاينين هنا كاملين غادي نحتفظ بهم وغادي نجاوبكم في اللايف يا اما في الانستغرام
تابعوني في الانستغرام البنات يا اما لايف في اليوتيوب. الو غادي ندير لكم ونجاوب كلشي البنات وندير لكم ديديكاس نتما كاع البنات، سواء الاسئله اللي خايبين سواء الاسئله اللي زوينين، ما نمسح حتى شي حاجه، غنخلي كاع تما الا ولا كان السب بيان سور، ما عنديش نجاوب على السب الا بالبلوك. يلا حبيباتي نقول لكم الا كنتو يعني اول مره غادي تشوفوا القناه وما راكمش مابوني معايا، كنتمنى انكم تشرفوني وتابوني وتضغطوا على الجر ضغطوا على الجر مالي ضغطوا على سابوني والجر زر الجرس ناري غاف. يلا حبيباتي شكرا بزاف على مشاهده الفيديو، كنحماك عليكم، باي باي.